تقوم الملاكات الهندسية والفنية في دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر موقع ميسان إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية بكري مقدم سدة العمارة وإزالة الترسبات الطينية بهدف إيصال الحصص المائية إلى ناظم قلعة صالح بانسيابية عالية، وهي من ضمن أعمال أعمال الشحة المائية، حيث أن الكميات المخططة هي 25,000 متر مكعب والمنجز هو 18,000 متر مكعب، أي نسبة الإنجاز 72%. الآليات المستخدمة هي كراءات مع حفارات برمائية وحفارات مسرفة. المهندس صلاح محمد علي معاون مدير موقع العمارة